طبعا حوارات هامة كثيرة. عندنا حوار مهم جدا عن الري زكريا. الري زكريا كلنا عرفناه في جمعة الشوان مع الفنان الكبير عادل إمام، والتاريخ بتاع الريس زكريا اللي جسد شخصيته الراحل صلاح قبيل، وخد جايزة من إدارة المخابرات العامة على إجادته لهذا الدور، لأن كان دور مهم جدا وقدر يجسده صلاح قبيل كفنان كبير قدام النجم عادل إمام القائم بدور جمعة الشوان. فطبعا الريس زكريا رحل عنا منذ أيام، رحل عنا اللواء عبد السلام المحجوب الشهير بالريس زكريا، أحد الصقور المصرية داخل الوطن وخارج الوطن، محافظ الإسكندرية الأسبق، عشاؤه من محافظة الإسكندرية الكثيرة والكثير. في ناس خدت عزا في إسكندرية عن الراحل عبد السلام محجوب، لأن هم بيعتبروه أبوهم، بيعتبروه أخوهم، بيحبوه حب غريب جدا. لف في إسكندرية مع الشعب الأصيل الإسكندراني هتعلم من هو عبد السلام المحجوب بالنسبة لقلوب الإسكندرانية، ما بالك المصريين كلهم بيحبوه كمان كري زكريا، أحد الصقور اللي هي هزت الموساد الإسرائيلي. هذا الرجل بنقف له احتراما له وهو حي وهو في دار الحق، إن شاء الله يكون مع الشهداء، إن شاء الله يكون عريس السماء يستقبل الملائكة، لأن اللي عمله عشان الأرض دي كتير جدا من قبل أن يكون وزير أو محافظ أو غيره، هو أحد الصقور الهامة في تاريخ مصر. رحمة الله على اللواء عبد السلام المحجوب الشهير بالريس زكريا. حواراتنا كثيرة وعندنا حوار هام تكلم عنه فخامة الرئيس في الكثير من لقاءاته. الرئيس دايما يقول أبناء مصر لازم يعرفوا قيمة التربة المصرية، يعرفوا معنى كلمة الزراعة. طبعا هو شغال في كل المجالات، صناعي بيفتح مصانع كثيرة، بيحاول يعمل تطور تكنولوجي مع آسيا، النمور الآسيوية مع